أكيد، لأن دايما كمان كان رمضان هو سباق، يعني كان الكثير من الأعمال الفنية المكثفة اللي سمحت إنه في مشاركات شبابية تكون من خلالها، وكمان ظهرت بطريقة جميلة ولائقة لمصر ولصناعة الدراما في مصر. وكمان إحنا رح نتحدث عن الاختيار لربما لأنه ما بجسد الحالة المصرية فقط، هو بجسد حالة الوطن العربي. إحنا هاي تاني حلقة بنتكلم عن العمل لأهميته ولتأثيره أيضا في أكيد. الوطن العربي. عارفين حنروح لقصة اتنين بيقدموها طبعا، يعني اتنين من شباب النجوم، نور محمود وسمر مرسي، والحقيقة بيقدموا قصة واقعية أو قصص واقعية حصلت، قصة عائلة قبطية. وطبعا هي في النهاية عائلة قبطية، ولكن هي عائلة مصرية لأنه ما فيش فرق أبدا، ولكن هي فكرة أنه ما يبقاش حاسس بالأمن والأمان في ظل حكم الإخوان، وده حصل، وأنه كتير منهم فكروا أن هم يسيبوا البلد ويهاجروا، لكن هنشوف في الحلقات أنه هم بيقرروا أن هم لا، هي كمان بلدهم وده الوطن بتاعهم ولازم يقعدوا ويكملوا. ده اللي هيخلينا النهاردة نلتقي باتنين من النجوم اللي قدموا الحقيقة قصة حقيقية، وقصة الحقيقة فيها كمان وطنية حلوة جدا. هنروح للنجوم سمر مرسي ونور محمود. موريس، ايه يا حبيبتي؟ قدامك لسه كتير؟ لا خلاص، هم 10 دقايق ونخلص على طول. ايه ده؟ مالك في ايه؟ مش عارفة ليه بطني شد عليا النهاردة. حاسة بإيه يعني؟ قوليلي. ما تقلقش، مفيش حاجة تقلق، شكلي عملت مجهود زيادة بس مش أكتر. البيشة تتحيروا عليا شوية. البيه؟ هو عايز يبقى ابن 7 ولا ايه؟ لا قولي له استنى شويه، خلاص اجراءات السفر قربت تخلص. بصراحه انا حاسه عايزه اولد هنا في مصر.